كابتن اسلام، بجد التحيه ليك والنجوم الاستوديو التحليلي والجمهور النادي الاهلي، كابتننا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد مبروك النهارده يا كابتن سيد، فوز رائع ومميز وتضحيات كثيره جدا من اللاعبين وتحضير كان اكثر من رائع من الجهاز الفني. حابب تقول الاول على جمهور النادي الاهلي الكريم قول كبير جدا يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، يعني اعتقد ان احنا اكثر فرقه في العالم بتبقى محتاجه جمهورها، يعني اكيد بالذات جمهور النادي الاهلي. يعني طبعا بشكره على تواجده النهارده، يا رب ان شاء الله الرحمن خطوه كويسه في اللي جاي باذن الله، في الادوار اللي جايه ان شاء الله الرحمن، وخصوصا ان احنا كمان هنلعب في الادوار اللي جايه. انت هتلعب بسان داونز او واحده، يا اما سان داونز يا اما حوريه الغيني يا اما شباب قسنطينيه بطل الجزائر، وهم كلهم عندهم قاعده شعبيه كبيره جدا جدا، فاحنا كمان واحنا بنلعبهم هناك اكيد هتبقى المدرجات مليانه واحد في الثلاثه. يعني احنا كمان نتمنى يا رب ان جمهورنا يبقى اكتر واكتر في الفتره الجايه باذن الله. التحضير كان مهم جدا للمباراه دي يا كابتن سيد، لان لسه كمان في مباراه الزمالك بعديها، لكن كان تركيز كبير جدا في هذه المباراه. كيف تم التحضير على المستوى الاداري مع كابتن سيد والمستوى الفني مع مستر مارتن؟ هو موسم بالتاكيد مش سهل خالص، يعني خصوصا ان هو زي ما انت عارف متلاحق قوي، وفي فصل ما بين البطوله والثانيه واهميه ما بين المباراه والثانيه، لكن الحمد لله رب العالمين دايما الواحد بيراهن على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله ادينا مباراه كويسه جدا واستحقنا التاهل، وان شاء الله اللي جاي باحسن باذن الله. صفحه خلاص اتقفلت، والنادي الاهلي لسه ما حققش حاجه كابتن سيد في البطوله الافريقيه، خطوه من ضمن الخطوات في البطوله الافريقيه، ولسه كمان عندنا خطوه مهمه في بطوله الدوري العام. البطوله الافريقيه يعني بتتاخد مراحل، مرحله البدايات والتمهيدات او الادوار اللي هي ما قبل المجموعات، يعني بتبقى ذهابا وهيابا، وبعد كده دوري المجموعات اشبه بالدوري شويه، وبعد كده بترجع تاني للمباراه الاكثر بقى نديه وقوه اللي هي دور الثمانيه والقبل النهائي والنهائي. خلصنا صفحه خلصنا صفحه وخلصنا مشوار مش سهل برضه في الفتره اللي فاتت، لكن اللي جاي ان شاء الله الرحمن يا رب بالنسبه لنا يبقى احسن لازم. كلمه لكل اللعيبه للاستمرار على الاداء والتركيز والتضحيات الكبيره وشخصيه النادي الاهلي كابتن. خلصنا حتى فتره كانت صعبه، لكن اللي جاي كمان مهم جدا، مش عايز اقول اصعب، لكن اللي جاي مهم جدا. هنقفل الصفحه ديت، واخدين اجازه 3 ايام يستحقوا، بقى لنا فتره طويله جدا جدا ما شفناش بيوتنا ولا اهالينا، فمهم قوي طريق الفصل ده ان انت تطلع بره الكوره. وبتمنى كمان حتى لعيبه المنتخب طبعا بالتوفيق ليهم، وسواء كان الاول او الاولمبي، لكن كمان بقول لكل اللعيبه اللي هتاخد الاجازه ديت، مهم قوي ان انت تفصل خالص، مهم جدا ان الذهن يبقى صافي جدا، لان عندنا حاجه صعبه جدا، حاجه مهمه جدا اللي هي مباراه الزمالك يوم 30 باذن الله. شكرا. شكرا.